أعتقد التنمية هو ليس وليد الصدفة أو حدث آني. عندما نتكلم عن طريق التنمية معناها الحديث عن ميناء الفاو. ميناء الفاو موجود في أدبيات الدولة العراقية منذ الثمانينات كميناء يستهدف لترانزيت العالمي وسد جزء من حاجة العراق على السنوات القادمة. تأخرت الدولة في تنفيذ الميناء، لكن وصلنا إلى مرحلة أنه الآن إحنا في على اعتاب إكمال المرحلة الأولى من الميناء نهاية 2025. إحنا ما نتحدث عن فكرة أو مقترح حتى يكون واضح، إحنا نتحدث عن مشروع قائم. ميناء الفاو الآن خمس مشاريع تنفذ من قبل شركة دايو ومستوى التنفيذ جيد جدا على ضوء نسب المخطط، يعني المشروع ماشي بالوفق ما مخطط. اثنين، نتحدث عن طريق التنمية. سبق وأن تم إحالة الدراسة والتصاميم لشركة إيطالية، والآن هذه الشركة تعمل وعقدنا كذا جلسة حتى نتوصل إلى تحديد المسار. فحتى يكون واضح للأخوة الإعلاميين، هذا الحديث مو حديث عن أمنيات أو عن مقترح أو عن فكرة